ما تنقول لكم ان شاء الله خوتي هذه الحلقه ديال المافيا خصنا المافيا النار عاوتاني في حلقه جيده ومزيانه ان شاء الله. كما تنقول لكم اخوتي بان راه ما مساعدناش التليفون والوقت راك عارف. تنتمناو من الله تزيد شويه الصفحه لقدام ومع الاشتراك ديالكم اخوتي الله يسركم. ها مافيا كما تتشاهدوا هي مع كانت الشتاو هذا ما كنتش نخرجها ان شاء الله، راه الحمد لله مازال شاده وان شاء الله تشوفوها مزيان في الحلقات الجايه ان شاء الله. يلا مافيا مافيا زيكزاك 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 مافيا نو نو مافيا زيكزاك زيكزاك. مشات لي التليفون اسي اسي بابو جاي و تنقولوا بزاف ديال الدراري تيقولوا لي علاش ما تتحاورش معنا وما تتهضرش معنا، راني ان ما كاينش التصوير مزيان وما كاينش اللي يساعدك وهادشي هذا كامل تنديرو ان شاء الله غير بوحدي هكا، وراني غادي غير بشويه بشويه وتنتمناو الدعم. شوف البابو جي تبارك الله هي ناديه اسي بلاصتك اسي بابو جاي. يعني التصاور هاد الحلقه هادي خصها الدراري اللي تيسولوني بزاف تيقولوا لي علاش ما تتهضرش معنا تتبين لنا غير التصاور وهذا. وانا اليوم جيت بفيديو جديد ان شاء الله باش نهضر مع الدراري كاملين، نقول لهم ان شاء الله الحاجه اللي بغاها بنادم نقدر نتواصل معاه في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا فاش ما بغى ان شاء الله نهضر معاه ونشرح له. الا كان عنده شي كليب هكا شي شويه قاصح في الدريساج ما تيسمعلوش نعطيه نصيحه، يعني ما كاينش المشكله خوتي. ما فيها جيبي ديالك ها مافيا لاش اسي 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 مافيا بابو جاي. كما قلت لكم اخوتي الحاجه راه الانسان اللي عطاها الصبر شي شويه وعرف كيفاش يتعامل معها راه غادي يوصل ضروري من الصبر، وبالاخص اللي تيقولوا الانسان كاين الدراري بزاف تيقولوا المالين واسع لا بانها تخرج مدريسيه راسها هذا، راه ما كاينش شي حاجه راه تكون مدريسيه الراس راه ضروري الدريسيه، وبالاخص الماني نوار راه صعيبه في الدريساج بزاف اكثر من البيرجي، لان الماني نوار خفيفه وتتبغي اللعب وتتبغي بزاف وما تتعياش دغيا. خصك المهم ديما تحاول مش تبغي تلعب معاها ولا تبغي تخرجها خصك تخليها واحد الساعه ولا نص ساعه غير الدور غير تلعب باش تخرج داك القوه ديالها، ومن بعد انت عاد تخدم معاها فراحتك اللي تتكون هي مهرسه الجهد ديالها تتلعب معاها فراحتك. ما يمكنش باش غتلعب معاها وهي مازال عاد خارجه وهذا تجي صعيبه شويه. ايوا اخويا.